في المقطع هنا تشوف الحادثة الأخيرة اللي صارت في مطار شيكاغو أهير لطائرة 747 كارغو تابعة لتشاينا إيرلاينز. كان يوم 29 الساعة 5:58 مثل ما أنتم شايفين على الشاشة. اللي صار طبعا مثل ما أنتم شايفين، الطيارة بعد هبوطها كانت متجهة إلى البوابة أو المنطقة المخصصة لها للتوقف، ولكن لسبب ما انحرفت عن مسارها أو كانت تمشي على المسار الخاطئ. السبب لا زال غير معروف، يعني المطارات فيها خطوط أرضية الطيارة تتبعها، ولكن في مثل هذه الأحوال مثل ما أنتم شايفين ما في حتى خطوط أرضية واضحة الطيارة ممكن تمشي عليها، فممكن تكون انحرفت عن مسارها بسبب الثلج الموجود على الأرض، أو يكون الطيار أخطأ في أنه يمشي على الخط اللي مطلوب حقه في المطارات، لأن دائما المطارات فيها خطوط أرضية تمشي عليها وخطوط أرضية ثانية توريك حدود المنطقة الآمنة اللي ممكن أنت تمشي فيها. إذا تلاحظون شيء مهم في الطرقات المخصصة حق الطائرات، المحركات تكون داخل الطريق، الطائرة تمشي في النص على الخط اللي في النص وأيضا المحركات داخلها، السبب علشان لا يدش أي شيء داخل المحرك فيسبب ضرر حق هذا المحرك. طبعا بعض الطائرات في بعض المطارات مثل الـ 380 طائرة تكون وايد كبيرة ومحركاتها الخارجية، لأن فيها أربع محركات يكونون خارج الطريق، ولكن في غالب المطارات تكون مأمنين لها الطريق، هذا يكون خاص معروف أن هذه الطائرة راح تمر في هذا المكان فتكون خالية وتكون نظيفة لهذه المحركات. إذا تلاحظون في المقطع هنا تشوفون قوة المحرك كيف بكل بساطة سحب هذه القطعة الخاصة في الشحن ودمرها وحطمها وطلعت من المحرك من ورا، وأيضا هذه قطعة ثانية الحين تدش في المحرك مرة ثانية وأيضا تتحطم. مثل هذه العوامل اللي تسبب تحديات للطيارين، رحلة طويلة شاقة واصلة الفجر، سنو فيها ثلوج، رؤية منخفضة، الأرض غير باينة، تعب، كل الأشياء هذه تحطها على بعض تنتهي في حالة نفس اللي صارت في هذه الطائرة. والرحلة هذه ما فيها أي إصابات، الكرو كانوا سليمين، ولكن تسبب ضرر للطائرة مثل ما أنتم شايفين.